السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه السبت والحد. يلا نقول المقدمه بتاعت كل مره بحضراتكم كالعاده، اكل سهل وبسيط. انا ليه بقول كده وبضحك في حته المقدمه دي؟ لان دايما بحاول، هو مقدمات يعني انا بقولها، يعني محدش بيقول لي يقول ايه بصراحه، بس دايما يعني لما اجي نتكلم على السبت والحد بيبقى غالبا نفس السيجمنت الاولاني، غالبا كان ممكن يعني مسجله لي زمايلي يقعدوا يعايروني بيه او حاجه زي كده، لان دايما بقول نفس الجملتين هم ومعنيين هم الطف او افضل جمل ممكن نتكلم فيها في مقدمه اكلات تكون سهله وبسيطه والحركه بتاعت كل مره دي. لان فعلا حاجات تكون سهله جدا وبسيطه ممكن تكون بالنسبه لناس يعني بسيطه جدا، وممكن تكون لناس تانية حاجه مهمه جدا. انا شايف ان حتى لو اعمل حاجه بسيطه اعملها باهتمام اكتر، لان الاكلات دي بتريح شويه امهاتنا لو حد بيطبخ طول الاسبوع وشايف الامور تقيله او اكل كتير يومي، او حتى اخواتنا العرايس او الشباب اللي بيحب يخش المطبخ يعملوا اكلات تكون لطيفه. ولكن النهارده اكلتنا من عيار مختلف شويه. عندنا النهارده فراخ هنعملها بطريقه مسحب، طريقه حلوه مختلفه شويه عن كل المرات. عندي كمان طبق رز هيتعمل بالبهار كويس قوي، ليه مزاج عالي، فيه سماء وفيه بهارات كده حلوه. وعندي كمان طبق ثالث باللحمه المفرومه بس مع بتنجان، البتنجان ده هيبقى محمر مع حضراتكم وهنشتغل واحده واحده، وبصل وتوم والحاجات دي، وهيطلع معاه كمان لوز وطماطم. في لعبه كده هنشوفها النهارده ان شاء الله في ثلاث اطباق على السكه الشامي شويه، ولكن متمصرين طبعا كالعاده. عندي فاصل صغير جدا، نطلع الفاصل ثم نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم برضه مع حضراتكم على فرخه هنعملها بطريقه حلوه جدا، بطريقه المسحب شويه او هتبل بتتبيله حلوه جدا. وعندي كمان طبق رز محترم هيكون متبهر، فقط ممكن احط جواه لحمه مفرومه او احط بهارات، هنشوف برضه مع حضراتكم واحده واحده. وعندي كمان طبق ثاني هيتعمل بشكل لطيف جدا بالبتنجان والفلفل. على ما اعتقد ده ممكن اول طبق اخش اشتغل فيه مع حضراتكم، علشان هو طبعا هياخد وقت في فكره التحمير، فبرضه نكون مأمنين نفسنا بواحده واحده. او ممكن اسيب الزيت يسخن شويه واعمل حاجه حلوه، اتبل الفراخ، لان الفراخ عايز تاخد وقت كتير، تاخد ساعه ونص المفروض في تتبيلتها، ولكن طبعا ده كلام مش هيحصل، بس بحب دايما اكون يعني صريح او بسيط في التعبير. ساعه، ساعه ونص تتبيله، ولكن لو برنامج طبعا اكيد وقته مش هيكفي هنعملها برده على طول، بس نتكلم على التتبيله. طيب معلقه صغيره سنه قرفه، سنه كمون، معلقه ملح، وعندي معلقه بابريكا، وعندي معلقه كزبره ناشفه، معلقه سماء، كمان معلقه سماء، سنه حبهان مطحون، وسنه قرنفل مفروم برضو. دي اهم حاجه في التتبيله كلها. بص المنظر تمام، دي التتبيله اللي بنتكلم عنها. عندي كركم وحاجات ثانيه مش مشكله، بلاش خلينا نحدد كده زي الفل قوي. فلفل اسود وبراحتي كده اهو تمام. وكمان عندي حبه جنزبيل، ماشي الكلام. وهبدا اجيب عندي الفراخ او الفرخه زي ما حضراتكم شايفينها كده، وعندي كمان معاها معلقه هريسه ومعلقه صلصه طماطم. ادي معلقه الهريسه، ادي واحده معلقه كبيره فرخه كبيره، ومعلقه صلصه الطماطم نفس الموضوع، ادي واحده ادي اتنين. ايه تاني بقى؟ ركز في اللي جاي، فنجان خل كمان حته، وحبه ليمون برضو زي الخل، هي لا خل وليمون كتير، ماشي الكلام. مضرب لطيف، وقلبهم كويس جدا. شايف المنظر الخلطة عامل ازاي؟ ريحة غير طبيعية. معلقة توم كمان في النص عشان تعلي معايا التست اعلى. توم المفروم، التوم المفروم، التوم المفروم اهو. معلقة توم كمان حتة. تمام؟ قلبهم كويس جدا. ونبدأ نتبل كويس جدا الفراخ. ادي الفراخ الأول. كده كده طبعا الفرخه دي ممكن تبقى صدور او وراك او حسب اللي عندي، ولكن النهارده فرختنا هتكون زي ما حضراتكم شايفين كده مخليه من العظم ولكن كامله. هعمل كده، بسم الله
بص المنظر ده يا حماده اهو، شايف التتبيله اهو كده اهو، وش وضعها تتبل كويس اهو، ونسيبها شويه نرجع لها كمان شويه عشان نكمل بقيه شغلنا فيها. طيب هرجع تاني اللي كنت بتكلم عنه مع حضراتكم من شويه، فكره الخضار اللي هنحمره على السريع، بتنجانيه فلفلايه حسب اللي عندي. نجيب البتنجانيه بالشكل ده كده اهو، نقطعها كده ونعمل كده معانا حماده اهو اهو، نقشرها لو مش عايزين نقشرها كامل بنعمل كده تمام، وممكن نعمل سلايز لو حبينا كده مثلا تمام، وممكن نروح جايبين السلايز ده تاني عاملين كده وعاملين كده على أربعة بس. طبعا حاول، في ناس تحب ما تخليهاش بقشر، أنا بالنسبة لي يعني لطيف القشر، مش 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 شرط، حتى وأنا باكله ممكن أشيلها ما عنديش مشاكل خالص. كده أهو مثلا أدي البتنجانية وراح جايب عندي بسم الله الله كده أهو، ونحمر وإحنا شغالين أول بأول عشان ونرجع لها. نعمل البتنجانية كمان التانية بالمرة، ممكن لو حابين نقشرها خالص كده مثلا اهو، بعمل كده وبعمل كده. انا عارف في ناس كتير دلوقتي اول مره تشوفني وانا بقطع او اقشر حاجات على الهواء، ما بيحصلش كتير انا عارف، ولكن في حاجات يعني لما نحب نعملها بنعملها بكل بساطه عشان خاطر طبعا ما تسودش مني لو هي بقالها فتره ما تقشرتش، يبقى برضو الموضوع واضح قدام حضراتكم. اه كده اهو، كده احنا قشرناها على السريع، نشيل القشره خالص، نرفع اول رصه من البتنجان اتفضل على طول، ما تفكرش يعني على منديل طبعا، البتنجان ده انا شخصيا بعشقه عامه يعني بقالي، طبعا عارفين ان هي بتبقى يعني كده، بس البتنجان بالذات الواحد ما يقدرش يعني يفكر يحرم نفسه منه، حتى لما يكون سلطه البتنجان تبقى رائعه، مزاج عالي قوي سلطه البتنجان دي، والعروس كمان بيبقى احلى او احلى. ممكن نعمل كده تقطيعه ثانيه خالص تمام، نعمل كده كده اهو، ونعمل كده بسم الله تمام، ونعمل كده وننزل بالرصه الاخيره. خلاص البتنجانتين خلصوا، نجيب بصلايه نعمل برضو كده ونعمل كده ونعمل كده تمام، دي للتحمير برضو. الفلفلايه الرومي دي نجيب كمان واحده عليها، نجيب قرن فلفل حلو كمان نعمل كده، دي مش محتاجه نتقطع، هي على اربعه كده لطيفه بالشكل ده كده اهو كده اهو. طبعا انت متشكح دلوقتي يا محمد ها، الحمد لله. انا بقول لك اتكلت، انا بسالك على حاجه تانية خالص، طبعا الحمد لله على كل شيء، انا ما تدخلنيش في حته يعني، انت بتعمل كده، انا بسالك انت منشكح على ان انت متابع قوي تقطيع وانا ما بقطعش كتير، فانت بسالك ده يعني احنا مش فاهمك. ادي فصين توم زي ما هما اتحمروا، فلفل حار ممكن كده كده اهو، ودول هيتحمروا برضو نفس الموضوع، نرفع او نسيبه سنه كمان حسب اه تمام سنه كمان، ونرجع له كمان سيكه. طيب نرجع للفراخ اللي كنا بنتكلم عنها، وايه نشوف كنا بنعمل ايه وعملنا ايه. طيب خلاص تبلنا الفراخ كويس، سيبناها ساعه ساعه ونص، ممكن بعض الناس تحب تديها صدمه، ممكن بعض الناس تحب تخليها على الحطب لان هي ليها كذا طريقه، عملنا طريقه سهله جدا برده وبسيطه. عايزين ندخلها فرن، يبقى نعمل لها صينيه او نسخن لها صينيه في الفرن مثلا لو حبينا،
وناكل الصينيه لسه ما دخلتش الفرن ما تسخنش. طب يلا هنشغلها على طول، يلا مش مشكله نلحق ان شاء الله. هنجيب عندنا بطاطساية، هنجيب عندنا قرن فلفل، كرفساية، كرتاية، ونبدأ نشتغل بيهم برضو على السريع. نحط مثلا دي أرضية مثلا، نعمل البطاطساية تكون ناعمة. تمام، نعمل كده البطاطساية تكون سمكها يكون زي ما حضراتكم شايفين كده، واحد شايف حمادة. تمام، وروح اعمل البطاطساية دي كلها كده بالشكل ده كده اهو. تمام، وجايب عندي راس الكرنب دي برضو نفس الكلام، مقطعها اكبر سنه بالشكل ده كده اهو برضو. انا شغال ارفع اللي على النار تحميره لطيفه كده اهو. طبعا انتم مستغربين انا عمال احمر لكم النهارده واقطع لكم، ماشي. اجيب عندي كل الخضار اللي انا قطعته كده، بسم الله، تحميره لطيفه، وبحط طلع طبعا كالعاده على مناديل. نرجع تاني للصينيه، هناخد برضو الفلفل الاصفر ده او الاحمر حسب اللي عندي كده مثلا، نشيل منه البذور ونعمله بشكل بسيط جدا حلقات كده. تمام، اتقل عليه، احنا اشتغلنا لسه لما نطلع فاصل كده اهو. نعمل بس الصينيه دي ونطلعك فاصل. تمام، وادي حبه الكرفس اللي موجودين برضو اي تقطيع، ونعمل كده ماشي الكلام. فصين ثوم لو عندنا برضو هيفرقوا معايا مع الليمونه بتاعتي اهو. والثوم هنسيبه زي ما هو لكن هنعمله كده. تمام، ادي الثوم، وادي عندي حبه سماق عليهم وحبه ملح عليهم، واقلبهم مع بعض كده، وسنه حبهان مطحونه وحبه بهارات مشكلين. تمام، وانا جايب عندي الفرخه وفردها. بص المنظر عامل ازاي، الخلطه شايف المنظر، شايفها الخل والليمون عملت ازاي، بسم الله. واروح عامل كده كده اهو، وجايب عندي الخلطه على الوش، ننزل بقيه البهارات بتاعتي كده اهو، ولامم كل حاجتي ومظبطها. وجايب عندي حبه زيت حلوين على وش الفراخ كده اهو. تمام، ندخل الفرن. دي تاخد وقتها، المفروض تاخد لها مثلا ساعه ساعه ونص ان شاء الله، ربنا يكرم الفرن يكون لطيف معانا. عصره الليمون بتاعتها جاهزة، ادي الليمونة بتاعتي في الاواخر هتكون جاهزة. عندي فص صغير جدا، هطلع الفاصل ولم المكان ثم نواصل. يا اهلا بيكم مرة تانية مع لقمة هنية. طيب خلصنا الفراخ، حطيناها في الفرن، كوباية الرز نزلت على كوبايتين من المرقة، سيبهم يتسلقوا ويعيشوا حياتهم. زي ما قلت لكم هنبهرها، ولو حابين نحط عليها مفروم برضه براحتنا. طيب تبهيرتك عباره عن ايه؟ والله تبهيرتي باللي موجود، ولكن في بعض الناس تحب تبهر من دلوقتي، وفي بعض نحب الناس او تحب الناس تبهر في اخر التسويات. انا احب من اخر التسويات. هتقول لي ليه؟ اقول لك والله يعني انا عايز احط سماق، فدلوقتي هيغمق لي اللون المرقه، فهيبقى الموضوع غامق شويه، فخلينا نهدى شويه لحد ما نظبط الامور ونبدا نبهرها براحتنا واحده واحده. طيب تعالى نجيب الحله دي نحطها هنا ونبدا نشتغل في طبقين. الطبق الاول هو اللحمه المفرومه طبعا عشان نقفل الطبق البتنجان اللي حمرناه، وعندي بطاطساتين زياده ما لهمش عندي اي شيء او اي شغل، هم زياده.
فكرت فكره كده لطيفه جدا ان انا ممكن اطبقهم دلوقتي زي البطاطس الحاره اللي احنا بنحبها دايما في اماكن كتير جدا. البطاطس الحاره المكعبات الصغيره تبقى ليها طعم كويس، فممكن نعملها بالمره ما دام امكانياتها عندي وسهله ان انا اشتغل عليها. بطاطسايه عاديه جدا زي ما حضراتكم شايفين، هبدا هقطعها اي تقطيعه، انا بعتقد تكون مكعبات الطف، وبعد كده هتبلها تتبيله كويسه، احطها في الفرن مع كزبره، ورق كزبره مع تبهير لطيفه، يعني حاجات تبقى برضو في وسط الشغل يكون لايق على الموضوع على ما الحاله تسخن بتاعت المفروم. طيب اقطع كده، النهارده يوم التقطيع معايا وده ما بيحصلش كتير بس قشطه يعني صح. عايز اقول لك ان في الفصل بيقولوا ده بنقطعهم ولا تقطعهم، قلت له هتيجي على دي سيبهم. اقطعها مثلا كده، كل ما اقطعها صغير كل ما تبقى سهله في التسويات. خدوا بالكم انا لما بقطع عامه في دايما عندي مبدا كده لازم يكون كله زي بعض، ولكن فاحيانا الامور قدام حضراتكم بالشكل ده ما برضاش اسيب الحاجات اللي هي الدوبريهات، يعني اللي هو ده بص انا قصدي ايه، مثلا دول زي بعض اهم ولكن دي مش زيهم، شايف يا حماده؟ انا المفروض انا شغلي انا كستاندر انا احب اشتغل كده، ولكن دي زياده مرميهاش دلوقتي خلاص عادي النهارده، يعني مش شرط يعني ان انا اسيبها مش هتخسرني شيء، وبرده على ما اعتقد الالطف ان انا مرميهاش، فبحاول دايما وانا بقطع برحملها كده تبقى برده في نفس الحجم وتبقى برده ملائمه ولطيفه. اه بتتصلي كمان بالمره كده كده، ناخد اخر واحده كده ونقطعهم كيوب تمام. تمام تبهيرتك عباره عن ايه؟ سنه ملح حلوه، وعندي كمان حبه بابريكا حلوين تقليب لطاف جدا كده، وعندي سنه ثوم لو حبيتي تمام، وحبه قرنفل على حبهان، وحطينا ملح تمام تمام. ممكن لو عايزين نحط عندنا مثلا قرفه ولا بتاع، انا اعتقد كده الامور الطف بكتير جدا. هديها من عندي فص ثوم بالزيت بتاعه كده، وهديها من عندي كمان حبه زيت بلاش ذره بلاش زيتون، دي زيت عادي عشان تقلب براحتها وبرده تستوي براحتها في قلب الفرن. نديها سنه الكزبره زي ما اتفقنا مش كتير عشان ما تحرقش مني كده اهو، في ريحه عاليه جدا من البهارات مع كمان الكزبره تبقى ليها نفس كويس قوي، انا بعتقد سهله جدا وبسيطه دي على الفرن على طول. تمام نرجع للحله اللي سخنت والرز عندي شغال اهو. الرز كالعاده كوبايه رز بسماتي قدامها، كوبايتين من المرقه مع مكعبين زبده يديها نفس كويس جدا، هو ده المطلوب. لحمه مفرومه بتاعه البتنجان نبدا نشتغل فيها ونظبطها برده ونروقها بشكل بسيط، سنه زيت مش كتير، معلقه لطيفه، وننزل على طول كالعاده الاول باللحمه. اول الكلام فلفل اسود عشان الزفاره مع سنه ملح عشان تفلفل معايا اهو. ممكن سنه حبهان لو متوفر يديك نفس كويس. حبهان مطحون حلو جدا دلوقتي متوفر في حتت كتير جدا، زيه زي البهارات بتقول له هات مثلا 100 جرام ولا بتاع يقعدوا معاك في بطرمان فتره طويله جدا. اللحمه استوت خلاص، هبدا اجهز عليها بصلة ناعمه تزود لي برده الكميه وتديني نفس كويس كده تمام. والله انا خلاص مش هطبخ حاجه ثانيه، فهم دول مش هتيجي عليهم يعني. ماشي هقلب فص توم طبعا ما فيهاش كلام، بالزيت بتاعه تمام، نقلبه مع بعض. ومعلقه هريسه لطيفه ادي واحده ادي اتنين. طبعا هريسه دي ليمون وخل شطه طبعا اللي هو فلفل حار وبهارات بسيطه بتبقى ليها نفس حلو قوي الهريسه دي، وبتضيع او بتودينا في حته ثانيه خالص.
فيها ليمون الموضوع اكيد ليه مزاج عالي جدا. دي كده على ما اعتقد خلاص على وشك التسويه. هنجهز لها عندنا فكره الباذنجان المحمر متصفي مع البصل مع حاجتنا كلها. عندي اقل من 20 30 جرام لوز مفرومين. بعض الناس تحب تحط لها سنوبر حسب اللي موجود. هنتبل لها معلقتين طحينه تبقى معاها صوص في وسط الموضوع بس الطريقه برده حلوه. دي تطلع على طول تبرد سنه على ما تتقدم. حطينا لها ملح حطينا بهارات سنه حبهان ما نزودش عن كده عشان ما يبقاش فيه بهارات اكل كتير جدا. خلينا نعمل حبه طحينه اسهل حاجه في الدنيا يطلعوا معايا صوص لطيف جدا بمعلقتين من الطحينه بالشكل كده. عصره ليمون سنه خل فص الثوم اللي باقي ده بالزيت بتاعه سنه ملح ومضرب. هتكلكع اول ما تعملي كده. بصي ده اللي بتكلم عنه ده طبيعي جدا وبسيط. بوله فاضيه حبه ميه صغيرين ونفكها على طول. جبت البوله حتى كمان مطرح التوم واعمل كده واحده واحده لحد ما انا اشوف قوامها ايه. ما حطيناش بهارات لسه ولا حاجه. على ما اعتقد كده بقت سلطه الطحينه قوي هو ده المطلوب. يبقى لو حبينا مع العيش الشامي الكريسبي ده بيبقى ليها طعم كويس جدا. هبهرها بايه؟ هنبهرها في خلاص احنا بهرناها بنديها سنه شطه تكسر بس اللون مع سنه كمون وتقليبه حلوه كده مع سنه بقدونس او كزبره حسب اللي عندك. قلبيهم مع بعض بالشكل ده كده اهوت. ده ممكن نقفل الطبق على طول ده كله. هنجيب عندنا طبق ماشي طبق كده ونسكلابز نشتغل براحتنا ونبدا نقفل الطبق ده. هتتبل بقى الحاجات دي ولا هتسيبها زي ما هي؟ هو ده اللي حالا هنشوفه مع حضراتكم في اسهل حاجه في الدنيا. تتبيله بسيطه تتبل البتنجان وتعزل لو في زيت قلب تاني. هنشوف واحده واحده. بوله فاضيه فنجان خل بسيط تمام عصره ليمون ماشي الكلام وحبه خضار زي كده سنه كمون وسنه كزبره ناشفه وسنه سماق. حلو الكلام. الكلام ده كله هيتقلب تمام يا فندم. نجيب عندي البتنجان الشياكه ده وانزله كده شايف المنظر يا حمود واروح ناشل البتنجان بالشكل ده وعامل كده وانا بطلعه كده من البوله ما بقاش قاسي عليه في المسكه واجيب عندي بقيه الخضار الحلوين دول كلهم شايفهم يا حماد عامل ازاي واروح جايبهم نفس الكلام منزلهم عندي في الخل والليمون واروح مقلبهم شويه يطلع منهم الزيت طبعا كالعاده ما فيهاش هزار وصفي على قد ما اقدر وانا بطلع كده بمنتهى البساطه على جنب. اسكت ما اسكتش. التتبيله الحلوه دي اللي باقيه على الطحينه. طبعا طبعا على الطحينه ما فيهاش كلام يعني من روحها يعني تمام. وراح موسع على نفسي وجايب عندي اللحمه اللي انا متبلها ومظبطها وهوتها شويه منزلها في النص. تمام. وراح جايب عندي طماطم فريش مقطعه برنواز بالشكل ده تمام وعليها اللوز المحمر بالشكل ده. واحد يقول لي هو اكل دي اسمها ايه؟ اقول لك اقسم بالله مش معرفش انا بخترع يعني. هي ما هي المشيافه او الشيافه او الشيافه ايه الشيفات اللي لازم يعني الاكل يكون مبتكر او تطلع حاجه من دماغك وتكون على بعضيها. فبس احب اوضح يعني هي كانت يعني احنا كنا لسه بنتكلم قبل الفاصل
ان احنا كنا هنحط البتنجان ده في الفرن وهنطلع مش عارف ايه، كان في دماغنا حاجات تانية. انا قلبتها حاجه ثالثه خالص، طبق بسيط جدا وسهل واي حد يخش يعمله. حبه الطماطم كده اهو، تمام، ونقفل السلسله. انت تتقل عليا حالا. ادي صوص الطحين اللي عملناه بكل بساطه كده اهو، على الاخر كمان اهو، بص شايف كل حاجه بتيجي برزقها، ولا زياده ولا نقص. ده كده مع الليمونه دي كده، وده كده بالشكل ده. على ما اعتقد طبق بسيط جدا وسهل، ده اي حد يخش يعمله، ولكن الموضوع النهارده فيه مزاج شويه، ده يتغمس يعني. انا شايفه كده طبعا، اكيد حضراتكم اللي حابين تاكلوه بالشوكه ماشي، تغميس ماشي، على مزاجنا. الرز شغال، هيبدا بالمره نبهره خلاص اهو. هنديله عندنا ممكن سنه كركم على كاري، مع سنه سماق، مع سنه ملح، تقليبه لطيفه ونطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل يا فندم. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل طالعين اول طبق مع حضراتكم، الطبق الثاني اللي هو ما يتحسبش طبق بصراحه، البطاطس اللي هي الحاره دي، زي ما قلت لحضراتكم سنه تومه، حبه بهارات، قلبوا مع بعضهم، مع سنه زيت، دخلوا طلعوا زي ما حضراتكم شفتوهم بكل منتهى البساطه قبل منه الطبق الاولاني. عندي دلوقتي هخش نجيب على طول طبق الرز ونغرف على طول، ونحط، عايزين نحط جنبه الفراخ ماشي، مش عايزين نحطها برده لوحدها برده ماشي. شايفين الرز متبهر عامل ازاي؟ انت فين يا حمود؟ انت فين يا حمود؟ ماشي يلا بينا. بسم الله. حبه رز زي العسليات اهو، اتفضل. وفي حته كده بس ماشي، يلا مش مشكله. شايف حبه الرز يا استاذي؟ فهمش حكايات كتير. تمام، وما يتلعبوش معاهم دول. طيب تعال نطلع في الفرن بالمره ونشوف اخبارنا ايه. بسم الله. الله 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 الله. انت فين يا حمود؟ ادي الفراخ، فيهاش كلام، ممكن عايزين نغرفها على الفراخ براحتنا. قال الفراخ، عايزين نغرفها على الفراخ برضه براحتنا. شوف الكلام اللي قال، شو حدش فيكم حتى يقول لي بتقول ايه؟ عادي، لان ده انا قفشت نفسي دلوقتي، ده انا اكيد قالش قلشات الدنيا كلها على الهوا، اللي دار ورايا هيلاقي كتير. كله قال دلوقتي، كله في ثانيه. انت ما بتقولوليش ليه؟ تتكلم ايه؟ تتكلم تقول ايه بس ولا ايه؟ بص كده الفراخ عامله ازاي يا حمود؟ انا برايي تتغرف على، بص ده الورك وده الورك، طبعا لما استووا أكيد لازم ينفصلوا طبعا. بص المنظر، أنت فين؟ بص المنظر أهو. بص بقى الخضار ده بقى، أنا سامع في كنترول إيه حبيبي، طالعة من القلب قوي اللي بيقولها دي. شايف المنظر؟ وأدي الخضار فاكر حبة الخضار دول يا حمود؟ المهم كده اهو. بص انا مش هحطهم كلهم على وش الايه؟ الطبق الجميل ده، انا هجيب لهم طبق تاني يبقوا موجودين معانا برده، بحيث ان احنا برده ما نبوظش ايه؟ الشكل الجمالي بتاع الاكل، وطبق يكون برده حلو كده. الصينيه دي انا بموت فيها يعني، بحب البطاطس جدا المبهره دي والتبيله كده، تحس ان هي يعني هي مزاج.
تمام. ونديها سنة مش تنام. تمام. اهو. بلاش تجويد، احنا كده زي الفل قوي. كده زي الفل قوي. اهو. وبكده اكون اخر طبق لحضراتكم. تقدم بكل بساطة وبكل سهولة. فرخة عملناها بطريقة حلوة جدا، متبهرة بتتبيلة جديدة ومختلفة، وحطينا عليها حبة خضار وطلعوا من ريحتها وطعمها زي ما حضراتكم شايفين. والناحية التانية حبة الرز على مزاج جدا، والتتبيلة التانية زي ما حضراتكم شايفينها، الخلطة اللي عملناها مع حضراتكم. أنا بعيد تاني، لسه كنت بتكلم مع زمايلي في الكنترول من شوية، فبجد هما يعني اخترعناها على الهواء واحنا شغالين، يعني مفيش حاجة، ده حاجة عادية جدا. ودي على فكرة دي يعني ده طبيعي في الشيفات، المفروض ان هو بيبتكر دايما اكلات، لان يعني الواحد مش اكيد يعني نقعد ندور على النت، يعني ما هو مش شغلانتي دلوقتي كده. احنا بنوصل لمرحله المفروض نبدا احنا نطلع حاجات ونبتكرها ونجربها في نفسنا الاول ونتعلم عليها، مش عيب لما نتعلم، بس عيب الواحد لما ياخد طبق من حد واجي اقدمه لحضراتكم يكون مثلا في زميل ليا او في زميله ليا مجتهده فيه وعملت فيه شغل كويس جدا، وفي الاخر انا اخد مجهودها واطلعه قال ايه يعني غيرت فيه منه حبه مش عارف ايه، ما هو ايه يعني، هو ممكن يكون جمله واحده ولكن ممكن تتقلب كذا طريقه، بس في الاول وفي الاخر هي جمله واحده. نفس الموضوع ممكن يكون طبق واحد ويتقلب او يتعمل بطرق ثانيه، على ما اعتقد ده مش لطيف لما يكون شيف عايز يبقى يعني يقدم طبق اطباق تكون بروفيشنال يبقى كده. فعشان كده بس انا بتكلم في فكره الواحد عادي، ده طبيعي جدا. امهاتنا بتبتكر في البيت، ليه عامله لك مثلا صينيه حله رز جواها مثلا عدس مش عارف، يعني في حاجات بتطلع من امهاتنا وبناكلها وزي الفل، فطبيعي جدا الابتكار، وده لازم برضه يكون دايما عندنا الفكره دي، اكيد تفيد كتير جدا. دي كانت حلقتنا وحلقه جديده، والسلام عليكم.